ناديه عن سلمان الفارسي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال معاشر الناس إني راحل عنكم عن قريب ومنطلق إلى المغيب أوصيكم في عترتي خيرا وإياكم والبدع فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار معاشر الناس من افتقد الشمس فليتمسك بالقمر ومن افتقد القمر فليتمسك بالفرقدين ومن افتقد الفرقدين فليتمسك بالنجوم الزاهرة بعدي أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم قال فلما نزل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلما نزل عن المنبر تبعته حتى دخل بيت عائشة فدخلت إليه وقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله سمعتك تقول إذا افتقدتم الشمس فتمسكوا بالقمر وإذا افتقدتم القمر فتمسكوا بالفرقدين وإذا افتقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم الزاهرة فما الشمس وما القمر وما الفرقدين وما النجوم الزاهرة وما فقال أما الشمس فأنا وأما القمر فعلي فإذا افتقدتموني فتمسكوا به بعدي وأما الفرقدان فالحسن والحسين فإذا افتقدتم القمر فتمسكوا بهما وأما النجوم الزاهرة فالأئمة التسعة من صلب الحسين عليه السلام والتاسع مهديهم ثم قال إنهم أوصيائي إنهم هم الأوصياء والخلفاء بعدي أئمة الأبرار عدد أسباطي يعقوب وحواري عيسى قلت فسمهم لي يا رسول الله قال أولهم وسيدهم علي بن أبي طالب وسبطي وبعدهما زين العابدين علي بن الحسين وبعده محمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر الصادق بن محمد وابنه الكاظم سمي موسى بن عمران والذي يقتل بأرض الغربة علي ابنه ثم ابنه محمد والصادقان علي والحسين والحجة القائم المنتظر في غيبتي فإنهم عترتي من دمي ولحمي علمهم علمي وحكمهم حكمي من آذاني فهي فيهم فلا أنال الله تعالى شفاعتي يا مستمعين النظام صلوا على خير الأنام محمد صلى في الأصل كنا نجوما يستضاء بنا وللبرية نحن اليوم برهان نحن البحور التي فيها لغائصكم در ثمين وياقوت ومرجان مساكن القدس والفردوس نملكها ونحن للقدس والفردوس خزان من شذ عنا فبرهوت مساكنه ومن أتانا فجنات وولدان أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وقد بشر النبي محمد صلى الله بولاية ابنه الهادي فيما روي عنه من حديث جاء فيه
وإن الله تعالى ركب في صلبه أي الجواد إمام الجواد عليه السلام نطفة لا باغية ولا طاغية بارة مباركة طيبة طاهرة سماها عنده علي بن محمد فألبسها السكينة والوقار وأودعها العلوم كل سر مكتوم من لقيه وفي صدره شيء أنباه به وحذره من عدوه يا مستمعين النظام صلوا على خير الأنام محمد صار هو بدر هو بدر غش الخلائق نورا من لدن آدم بكل مكان هو عروة للدين روح علائه ونمائه في جملة الأكوان هو صبط طه بل حفيد وصيه هو شعلة الإيمان والتبيان هو حجة الله الأعز مقامه هو بحر علم الحق والقرآن اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لم تزل نطفة إمامنا الهادي عليه السلام تنتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة حتى شاء الله إظهاره إلى عالم الدنيا فسبب اقتران أبيه الإمام الجواد بأمه سمانة قال الراوي بإسناده عن محمد بن الفرج وغيره قال دعاني أبو جعفر عليه السلام أي الإمام الجواد فأعلمني أن قافلة قد قدمت وفيها نخاس معه رقيق ودفع إلي صرة فيها 60 دينارا ووصف لي جارية معه بحليتها وصورتها ولباسها وأمرني بابتياعها فمضيت واشتريتها بما استام وكان سومها بها ما دفعه إلي فكانت تلك الجارية أم أبي الحسن عليه السلام واسمها سمانة وكانت مولدة عند امرأة واشتراها النخاس ولم يقيض أن يقربها حتى باعها هكذا ذكرت وهكذا تزوج الإمام من أم الإمام الهادي عليه السلام وعاشت معه في أتم السعادة والسرور وتأدبت بآداب بيت الإمامة ونهلت من علوم الرسالة فكانت من النساء العارفات القانتات حتى قال في حقها الإمام المعصوم وهي من أهل الجنة ما يقربها شيء ما يقربها شيطان مريد ولا ينالها كيد جبار عنيد وهي مكلوة بعين الله التي لا تنام ولا تتخلف عن أمهات الصديقين والصالحين يا مستمعين النظام صلوا على خير الأنام محمد صلى ولدته حوراء النساء جليلة ورقت به لمكارم الديان 60 من النسوان جاءت تحتفي بوليدها الهادي بكل مكان أعني سمانة والتي جازت علا طول الحياة بشعلة الإيمان نايمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
بعد. قال الراوي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله خلقنا من نوره فكنا حول العرش نسبح ونقدسه، ولما خلق الملائكة أمرهم بالتسبيح له فقالوا: اللهم لا علم لنا، فأمرنا بالتسبيح وبتعليمنا سبحت الملائكة. ثم خلق شيعتنا من دون ذلك النور، فإذا كان يوم القيامة التحقت السفلى بالعليا. ثم قرنا بين السبابة والوسطى وكان وقال كهاتين. ثم قال الإمام الصادق: وإذا أحب الله تعالى أن يخلق الإمام أمر ملكا أن يأخذ شربة من ماء تحت العرش فيسقيها أباه، فمنها تكون نطفتاه، ويمكث 40 يوما وليلة في بطن أمه لا يسمع، ثم يسمع بعد ذلك الكلام. يا مستمعين النظام، صلوا على خير الأنام محمد. مرة ثانية. يا مستمعين النظام، صلوا على خير الأنام محمد. سلام على آل النبي محمد، ورحمة ربي دائما أبدا تجري، وصلى عليهم ذو الجلال معظيما، وزادهم في الفضل فخرا على فخري، فهم خير خلق الله أصلا ومحتيدا، وأكرمهم فرعا على الفحص والعتر، وأوسعهم علما وأحسنهم هدى، وأتقاهم لله في السر والجهر. وأفضلهم في الفضل عن كل فاضل، وأقولهم بالحق في محكم الذكر، وأشجعهم في النازلات وفي الوغى، وأجودهم لله في العسر واليسر. أناس علوا كل المعاني بأسرها، فدقت معانيهم على كل ذي فكر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد أن حملت المرأة الفاضلة العابدة سمانة، وفي يوم مبارك ميمون من شهر رجب، وفي قرية صريا، وهي قرية أسسها إمامنا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في إحدى نواحي المدينة، شعرت أمه بقرب ولادتها فأخذها الطلق، وإذا بها قد ولدت بالإمام الهادي أفضل. علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، علي بن الحسين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد الجواد،
علي الهادي الحسن العسكري الحجة بن الحسن الحجة بن الحسن الحجة بن الحسن بالتمام والكمال. يا مستمعين النظام صلوا على خير الأنام محمد صلى الله. رجب فاضل عظيم التهاني قد على سؤدد وسؤددا من الرحمن. ليلة الفرد ليلة النور كانت رحمة للملا بكل زمان. ثاني الشهر فيه نور تجلى بدر تم وساطع البرهان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نبارك لكم إخواني ذكرى ميلاد الإمام علي الهادي عليه السلام، وبإذن الله سيكون برنامج إحياء هذه الليلة بمحاضرة يقدمها سماحة السيد كامل الهاشمي بعنوان نظام التربية العقائدية والمعرفية في ثقافتنا الدينية، وبعده سيتقدم الرادود الحسيني جعفر الدرازي لتقديم الأهازيج والجلوات بهذه المناسبة المباركة. الآن يتفضل سماحة السيد كامل الهاشمي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبارك لكم ولادة مولانا الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إن الناس يخدون على ثلاثة، أي ينقسمون إلى ثلاثة: عالم ومتعلم وغثاء. فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء. ما أريد الحديث عنه في هذه الليلة وفي ذكرى ولادة الإمام الهادي عليكم السلام عليه أفضل الصلاة والسلام، هو سمة وجنبه وطريقة علمها أئمة أهل البيت عليهم السلام أصحابهم، بأن يأتي الشخص إلى الإمام المعصوم باعتباره الحبل الممدود مع القرآن إلى السماء، وهما الثقلان اللذان قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنكما أو أنكم لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما أبدا، في الحديث المشهور والمتواتر بين الفريقين بين السنة والشيعة حديث الثقلين. لما أن نعرف هذه الحقيقة وندركها تمام الإدراك، أدرك بأن ما يمكن أن أتوصل إلى الصواب وإلى الحق وإلى معرفة الحقيقة إلا بارتباطي بهذين الثقلين الكتاب والعترة. ومعنى العترة
يعني هم نفس أشخاص الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكما يحصل الخطأ عند حتى بعض الشيعة وحتى بعض العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تمت محاولة دؤوبة لتحريفها، والقول بأن رسول الله كما نجد في بعض الكتب خاصة من كتب أهل العامة أنه يروى الحديث بهذا الشكل كتاب الله وسنتي. وهذا الكلام، هذا الكلام في حد ذاته لما نتعقل نفهم أنه مستحيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الحديث، لأن كل المسلمين رووا أحاديث عن الرسول بأننا مأمورون أن نعرض الحديث على الكتاب. يعني العلاقة كما يقول العلماء بين كتاب الله وبين أحاديث الرسول علاقة يسمونها حاكم ومحكوم، يعني في واحد يحكم الآخر والثاني ينحكم إلى الآخر. مثل ما أنت اليوم لما تقول عندك العلاقة بين المجلس ما أدري المنتخب والمجلس المحدد الصلاحيات الذي ينتخب من قبل مثلا الملك، يقال بأن ما يصوبه المجلس التشريعي يرجع إلى الغرفة الثانية، فإذا قبلت به تم تصويبه وإذا رفضته رفض. هاي المشكلة القائمة. العلاقة أيضا بين القرآن الكريم وبين السنة أننا أمرنا أن نعرض سنة الرسول، أي حديث وأي رواية رويت عن الرسول أن نعرضها على الكتاب، فما وافق كتاب الله فهو حق وما خالف كتاب الله فهو زخرف. يعني حتى لو جاءك شخص وقال لك هذا الحديث من الرسول قل له طيب الرسول ايش قال؟ يعني قال بأنه مثلا هذا الحديث، مثلا أحاديث كثيرة تروى خاصة عند الفريق الآخر إن الرسول فعل كذا وفعل كذا. الحديث المشهور عندهم أن السورة الفلانية كانت هناك سورة أخرى في القرآن طويلة أطول من سورة البقرة، وأنه أكلها الداجن، داجن يعني الدواجن، دجاجة جت أكلتها ما أدري ديك معين جو أكلها. فهني هذا الكلام يتعارض مع قوله عز وجل شنو؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما يصير. فهذه الرواية إذن شنو؟ إن شاء الله لو جت بعد 100,000 رواية نضربها عرض الجدار ولا الفقيه يتردد في هذا الشيء. يقول لك الكتاب محفوظ، القرآن الكريم كتاب محفوظ والله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه. ولذلك أي واحد من العلماء شيعة أو سنة جاء وقال بأن الكتاب محرف نقول له لا، هذا مو صحيح، لأن أساس ديننا ينهدم. إذا قرآننا محرف ينهدم أساس الدين، بعد ما يبقى شيء. يعني بعدين كيف أصدق أنا بأن الرسول جاء بالصلاة وأن في خمس وفي زكاة وفي حج؟ إذا أصل الكتاب، أصل الدين الذي هو الحجة بيننا وبين الله محرف. فإذا العلاقة بين السنة أو الحديث والقرآن الكريم هي علاقة يسمونها علاقة طولية، بينما هنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الثقلين يجعل العلاقة علاقة في مستوى واحد، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فلذلك الحجة هي مو مسألة أقوال الأئمة، إنما نفس ذوات الأئمة. طيب إذا هذا الفهم استقر عندنا، إذا عرفنا أن الحبل المتين بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لمعرفة حقائق الأمور هما الكتاب والعترة، على مستوى التعليم والتربية
أئمة أهل البيت عليهم السلام ظلوا علمون شيعتهم هذا الأدب الرفيع، أنه مو أن الإنسان العادي الجاهل المتعلم يروح للإمام ويقول له ياخذ من عنده موعد. شوف هالأدب الرفيع، ياخذ من عند الإمام موعد، بجيك اليوم الفلاني بعرض عليك عقائدي، بعرض عليك عقائدي وقول لي صح أو لا عشان أروح إلى ربي وأنا شنو مطمئن، لأنك أنت إمام معصوم. يعني ما معقول شنو، ما معقول أن يكون هناك خطأ في عقائدي وما راح تقول إلي صح ولا لا. هذا الأدب لاحظته في جملة كما قلت لكم مو من الناس العاديين، جملة من الأشخاص المعدودين من فقهاء أهل البيت. يعني في زمان الأئمة وكانوا يعدون فقهاء من فقهاء أهل البيت. الرواية اللي أتعرض إليها بما يرتبط بصاحب المناسبة، المناسبة الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، هي الرواية المشهورة عن عبد العظيم الحسني المدفون في جنوب طهران. هذا الرجل المشهور والمعروف من أحد فقهاء أيضا أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكما قلت لكم يعني أيضا موجود فقهاء آخرون وعلماء آخرون كانوا يذهبون إلى الإمام المعصوم ويعرضون عليه عقائدهم، والإمام يقول لهم صح في هذا الشيء أو خطأ في هذا الشيء أو جزاك الله خير، هذا عقيدتك هي دين الله سبحانه وتعالى. طبعا مجرد إشارة قبل لا أستعرض رواية الإمام أو رواية عبد العظيم الحسني مع الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الرجل أو هذا العالم الجليل طبعا المدفون كما قلت لكم، الصور ربما كثير من الجماعة راحوا وزاروا هالموقع هذا، يذكر السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه أنه قبل سنوات حفر أو أريد نقل الجثمان، صارت شوية ما أدري مياه أو رطوبة، فأريد نقل الجثمان إلى محل شوي قريب يعني يزيحون القبر شوي. فالسيد المرعش النجفي بنفسه يقول كنت أنا من الحاضرين، فيقول لما أن فتحنا القبر وفتحنا الجثمان يقول وجدت يده طرية كما هي وآثار الحناء عليها، إن إيده كانت محنات وكما هي يعني لم تبلى ولم تتغير جثته أبدا. طيب الرواية يقول عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال دخلت على سيدي علي بن محمد له الإمام الهادي عليه السلام ابن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فلما بصر بي قال لي مرحبا بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقا. قال فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني. قلت لكم هذا الرجل الشيء اللي أردت أنا اليوم أتكلم حوله ظاهرة فريدة في مجتمعنا الذي يسمى مجتمع شيعي وموالي ومتدين. أثقل شيء على الإنسان وخاصة الرجال تجيب مرته تقول له روح شوف علاقتك وياي علاقة شرعية، يعني أنت ما مقصر في حقي، قائم في واجباتك، روح للعالم الفلاني نقعد وياه. تو الآن طلعت من البيت والحجية متكلمة وياي وقالت المشكلة بأنه ما راضي يجي. ها؟ ليش؟ لأنه يعتقد نفسه يعرف كل شيء، عالم. هذه طبيعة من أسوأ الطبائع التي أقول أنني شاهدتها في مجتمعنا. الأوروبيين اللي ما عندهم دين ما يسوون هالسوالف. تصيده مشكلة اجتماعية يروح للخبير الاجتماعي، تصيده مشكلة معيشية يروح للخبير المعيشي، تصيده مشكلة اقتصادية يروح للخبير الاقتصادي. وعدة برامج عندنا في التلفزيون
يروح الزوج يا زوجته بأمام الملايين وأمام الناس كلها، عندنا المشكلة الفلانية، حتى لو كانت مشكلة ما أدري شنو، مشكلة صحية، أنه ما في عملية إنجاب مثلا، نتيجة ويش؟ نتيجة مرض معين، نقص هرمونات، ما أدري، نقص قدرة جنسية عند الرجل، لا يطلق الزوجة بس ما أروح المستشفى ولا أفحص عند الدكتور، مستعد يسوي شيء. وجتني قضايا كثيرة كذا، ما هو عيب، ما هو عيب الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى إذن الرسل والأنبياء والعلماء من بعدهم خالنهم لويش؟ خالنهم عشان يتعلموا العلم لروحهم، يعني كما الطبيب نحتاج إليه وقت اللي نصاب بمرض، أنا يوم اللي لا قدر الله أو أنتم أو أي واحد منكم احتاج إلى دكتور الفلاني المختص في الجنبة الفلانية، ما يقول لا أنا مهندس ما يصير أروح للدكتور، أنا عالم دين ما يصير أروح للدكتور، كل إنسان إليه اختصاصه وكل إنسان يرجع له. هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم في بعض الروايات، واقعا أنا كان بنائي لأن ما أردت تطلع عن الموضوع الأصلي أن أجيب بعض الروايات، الأعظم من هذه الرواية اللي هي رواية الحسني، رواية الحسني رحمة الله عليه، شاه عبد العظيم اللي يسمونه وشاه شراغ، زين شاه عبد العظيم الحسني اللي مدفون كما قلنا في طهران، رواية الإمام عليه السلام في النهاية بعد ما يعرض عقائده يقول له جزاك الله خير وهذا دينك، هذا دين الله. بعض الروايات شفتها لحماد بن عيسى، حماد بن عيسى مشهور من أشهر فقهاء أهل البيت، هذا للناس في زمن الأئمة، تصوروا الإمام وش سوى وياه، يوم من الأيام الإمام الصادق جابه وقال له تعال صل قدامي يا رجال، حماد بن عيسى، روحوا كلكم راجعوا أن هذا الرجل منه، كل العلماء بتشوفون ترجمون إليه من أشهر فقهاء أهل البيت، مع ذلك الإمام الصادق يوم من الأيام يجيبه وحضر عنده ويقول له فلان تعال صل قدامي، وصلي الرجال قدام الإمام الصادق، بعدين الإمام يقول له توخر صب واحد، روح صب واحد، روح وطالعني كيف أصلي، وقوم الإمام وصلي إليه، ها وبعد ما يقول له يقول له شد الصلاة، وبعدين الإمام شو يقول له؟ يقول له يأتي على الرجل منكم 60 و70 سنة لا تقبل له صلاة واحدة، متى بيصحح الإنسان صلواته؟ صدق يعني تشوف لك الآن بعض الناس يتصل يتبين أنه عمره 70 سنة ما يعرف الغسل، طيب الغسل إذا ما عرفته الصلاة ما صح، تقول لي ما أدري 70 سنة أنا صار لي شو أسوي بعدين؟ شو سوي؟ ولذلك الإنسان إذا ما يتعلم اليوم بكرة ما تصير عند القدرة على التعلم، وأن تجي وتعرض نفسك على عالم دين يصحح لك أعمالك وعقائدك خير من أن تعرض يوم القيامة رغما على أنفك، ها؟ تعرض رغما على أنفك، أردت لو ما أردت الملكان إذا جاءك يسألك من ربك ما راح تقول شنو؟ أعطوني فرصة أخرى أو خلوني أعرض عقيدتي على أحد يصححها، فإذا في مجال للتصحيح الآن الإنسان صحح. فيقول أبو القاسم الحسني فقال له الإمام أنت ولينا حقا، قال فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني، ديني ديني رأس مال الإنسان دينه، اللهم لا تجعل مصيبتنا في شنو؟ في دنيانا لو في ديننا، في ديننا المصيبة في الدنيا تتعوض مهما كان، والدنيا هي فانية، لكن مصيبة الإنسان لما تكون في دينه. إني أريد أن أعرض عليك ديني فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال هات يا أبا القاسم قول وش عندك؟ فقلت إني أقول أن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء، خارج من الحدين حد الإبطال وحد التشبيه، وأنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الأجسام، مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر
ورب كل شيء ومالكه وخالقه وجاعله ومحدثه، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة، وأن شريعته خاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة. وأقول أن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم الحسن وعدد الأئمة كلهم، إلى أن وصل طبعا إلى الإمام الحجة عجل الله له الفرج صاحب الزمان، وبين بقية أيضا. وأقول أن المعراج حق، والمسألة في القبر حق، وأن الجنة حق، والنار حق، إلى آخره. فالإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام قال: يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فأثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن مسألة أن يأتي الإنسان لكي يصحح مسار حياته عند إمامه المعصوم، عند الإنسان مثل ما نقول إحنا في زماننا الخبير. اليوم الدولة، اليوم الحياة البشرية يقولون حياة ودولة تقوم على الخبراء، يسمونها دولة الخبراء. يعني في أي جنبة من الجنبات يستشار الخبراء. عندنا مشكلة في السوق، نجيب الخبير، وش سموه؟ الاكتواري، ها، وسبب ويدرس لنا سبب مشاكل السوق، وليش عندنا وظائف قليلة مقابل أفواج اللي تتخرج من الجامعات، كيف نحل هذه المشكلة؟ نجيب خبير اقتصادي. الجنبة الاجتماعية لما تواجهنا فيها مشاكل، الجنبة الصحية، ما نجي نستر على المشكلة ونقول بأنه ما في مشكلة كما ما زلنا نفعل. ها، في مريض توفي اليوم، ما أدري فلان قالوا بالمرض الفلاني، مستر. ليش الطبيعة هذه؟ بعد ذلك ينتشر لك المرض ما تقدر تعالجه. أي كارثة، أي مشكلة تصير في المجتمع، لابد أن نرجع فيها إلى الخبير ونعالج هذه المشكلة. راح نشوف بأن المشكلة إنما هي فرصة للمجتمع يتعلم وللناس تتعلم. لعل من أهم تلك الأبعاد التي من المهم جدا أن نسلط الضوء عليها، التي بدأت الحديث بها، وهي قول الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام حينما قال: نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء. يعني طبيعة الشيعة كلهم في بنيتهم المعرفية اللي ترتبط بالمجتمع المتدين كله، أن العلماء، أن الأئمة عليهم السلام هم مصدر الحياة والنور والعلم والذكر والفهم لكل الشيعة، وأن كل شيعتهم، يعني من ينتسب إلى هذا المذهب، من يرتبط بجعفر بن محمد الصادق، لابد يقيم عقيدته على أساس العلم. الجاهل الآن، إحنا الليلة بالمناسبة الآن كان ياي أو ياي أحد الإخوان الدكاترة، يقول: إيش سالفة هذه صلاة الغفيلة؟ والله ما ندري صراحة، ما ندري. يعني قبل 4-5 سنوات ما موجودة، أو موجودة في إطار محدود، جفلان سواها انتشرت بين الناس كلهم. طب شو نسوي؟ يعني إحنا نقول هو بعد إحنا ناس بعد متشرعين، إذا علماءنا فقهانا يقولون بأنه مو ثابتة، أنا شلون يعني أثبتها؟ هي مزاج يعني؟ قضايا الشريعة مو قضايا تأخذ بالمزاج والأهواء والرغبات. الله سبحانه وتعالى إذا كان يخاطب نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بعض العلماء يقولون: ليش ما تروح تفتي؟ ليش ما تصير يعني فقيه عالم؟ سيد بن طاووس رحمة الله عليه من أشهر علماءنا وأتقاهم، زين ليش ما تسوي لك رسالة عملية تخلي الناس يقلدونك؟
شيقول؟ يقول إذا الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه الكريم، ها؟ النبي الذي ما أقسم الله عز وجل بعمر أحد في كتابه سوى النبي، ما عندنا أحد أقسم الله بعمره. لاحظوا يعني في البشر كلهم ما في أحد أقسم الله بعمره إلا بعمر النبي. قال لعمرك أنهم في سكرتهم يعمهون، بس ما عندنا مورد آخر في القرآن كله، لا تدور، ما في إلا هالمورد هذا الله عز وجل أقسم بعمر النبي. لكن مع ذلك وش قال له من جهة أخرى؟ يقول لو تقول علينا بعض الأقاويل، لو وش سوينا فيه، ها؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا رسول الله، يعني الله يقول له لو تتقول علي يا رسول الله كذي شوية شوية بعض الأقاويل، ها، على قولتنا أشفس إيدك من وراء وأقطع رقبتك من قدام. هذا يهدد بمن؟ الله عز وجل يهدد به الرسول اللي أقسم بعمره. ولذلك بعض هؤلاء العلماء الفقهاء يقول أنا وش لي أورط روحي؟ ما دام جزاه الله خير فلان من المراجع مصدي، خله أشكره أنا وأكون ممتن إليه بأنه هو اللي بيوقف أمام الله عز وجل يوم القيامة. هذا على قولتهم كفاني العبالة وكذي، حق وش بعد أروح أوقف أنا نفسي أمام الله يوم القيامة وحاسبني هالفتوى هذه من وين جبتها؟ هالرأي من وين نقلته؟ بذل جهدك، طالعت الكتب كلها، الاجتهاد يسمونه اجتهاد، اجتهاد مأخوذ من الجهد، يعني أن تتعب، أن تبحث عن كل المصادر. ما من حقك تقول والله موجود كتاب هناك في ذاك المحل شوي بعيد ما أروح له، لا لا لا. لذلك الفقيه لما يريد ينقل فتوى، يذكر فتوى، يستنبط فتوى، العلماء الأجلاء كان الواحد منهم يرجف. أنا بقول قول ما أدري مسألة هني، هو مجرد شنو؟ مجرد كلمة بتطلع، لكن يوم القيامة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذلك هذا الأدب في التعامل مع الدين، أن نعرف أن الدين ليس شيء قابل إلى أن نزيد فيه بأهوائنا وننقص فيه بأهوائنا ورغباتنا، حتى لو عللناها بإطار ديني وبعنوان ديني. يعني تقول لك بصلاة الرغاب إيش فيها؟ الناس خلت تصلي، بس تعرفون أنتون المسائل الشرعية، يعني الشيء اللي ننسبه إلى الشريعة ما يجوز لنا أن ننقص أو نزيد فيه على هواننا. وقال واحد أنه شنو؟ أنا بصلي صلاة الصبح 4 ركعات. ما تقدر، ما تقدر، مو على هوا. يقول أنا عندي قدرة، شو أسوي يعني؟ أنا عندي قدرة واجد زينة، مو بزاجك، مو بهواك. العبادة يعني شنو؟ يعني تعبد لله سبحانه وتعالى، أن تعمل كما يعمل المعصوم بالضبط، تقتدي به تمام الاقتداء. وفي ضوء ذلك تتفاوت مراتب الناس. اللي يلتزم كلام المعصوم تمام الالتزام، هذا هو الإنسان المسلم، هذه هي رتبة الإيمان الحقيقية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني حتى تفكر ليش الإمام المعصوم قال كذي، مالك شغل، مالك شغل. هذا تمام التسليم، تمام التسليم، أنني لا أسأل. ما دمت أسأل، ما دمت أسأل، إذا أنا مو مسلم، مو مسلم. ولذلك من في ضوء ذلك نشوف بأنه مراتب الناس تفاوتت في اتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام. في إنسان يسلم بلسانه، إنسان يسلم أمواله، إنسان لا، يقول لك أنا أسلم كل شيء، هذا ولي الله، حتى الروح لو يريدها ما تعز عليه.
هذا هو معنى التسليم الحقيقي، مو أنه الإنسان يجي مجرد حتى عبادة بسيطة وش يعني وش صار الناس وقفت وصلت، ما يصير كذي يعني. الدين ما يؤخذ هكذا. الدين أنت عندك فقيه، روح قلد فقيهك، شوف فقيهك وش يقول. يقول صلاة الرغائب ثابتة أو يجوز الإتيان بها برجاء المطلوبية سوها. يقول بأنه لا هذا مو ثابتة وهذه مجرد رواية عند أهل العامة انتقلت إلى أن ما أدري قبل كم من سنة جابها فلان وانتشرت في البحر دون غيرها. يعني عشنا سنوات ويا المراجع في إيران 20 سنة ما شفناهم يسوون هذه السالفة، ما نشوف يسوون السالفة هذه. فأكيد يعني مراجع إيران مو أقل تشيعا والتصاقا بتراث أهل البيت وبثقافة أهل البيت من أهل البحرين، أكيد لا أشكال في ذلك ولا ريب. فلذلك لما الإنسان يريد ينقل قول، لما يريد يسوي عمل معين، ينشر شيء معين، ثقافة خلت تكون ثقافة قائمة على كتاب الله والتمسك بعترة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا السياق حتى لما نأتي إلى المرحلة أو المسألة التربوية التي قلت أنها كيف نظام التربية الذي اعتمده أئمة أهل البيت عليهم السلام في تربية الأولاد اللي تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة. بعض الأخوة وبعض المؤمنين لما قال نريد تحدث لنا شوي عن هذا الموضوع المهم، وبالفعل هذا الموضوع مهم جدا. اليوم بس العصر جاءني ولد شاب عمره 21 سنة، يعني وهو العمر الذي التربية انتهت فيه، خرج من إطار التربية، فشكى لي مشكلته ووضعه وأنه أنا عندي حالة من الخوف، رغم أنني كنت من المتفوقين في الثانوية، مرة واحدة تغيرت حالتي ورحت أكثر من بلد، سافرت من أجل أن أواصل دراستي، ما أواصل كم من سنة الآن، ما أنام نوم طبيعي أبدا، حالة النفسية دائما فيها قلق، دائما كذا كذا. قلت له فلان أنت ما عندك أي مشكلة، المشكلة في أبويك، روح واتصل ولا أبوك يتصل بي ويأخذ موعد لكي يأتي هو وأمك وأقول له ما هو الصح في التعامل مع هذا الإبن. إذا أنجي إلى هذه المسألة البسيطة، مسألة تربية الأبناء، نشوف أئمتنا عليهم السلام وضعوا أسس. يعني هذا الجهاز الإنساني، هذا الجهاز الإنساني مثل جهاز المكيف اللي عندك، كل ما جاء الصيف جبت له واحد يسوي له سيرفس ونظفه وشيل الغبار وشوف إذا محتاج ما أدري إلى غاز، محتاج إلى شيء معين. الإنسان شيء أعقد من ذلك، يحتاج أيضا إلى نظام صيانة ونظام إصلاح. إذا الأب الأم ما حافظين المراحل التي يتدرج فيها الولد وفي كل مرحلة ماذا يعطيانه. بس قبل كم يوم جاءني أبوان، أم وأب، من قبل كانوا جاييني في مشكلة بنتهم. بنتهم قريب بصير عمرها 17 سنة، ومأذيتهم في البيت ووصل الحد بها إلى السفر، يعني أخذت جوازها مرة من المرات وسافرت برا، وربك ستر بأنها يعني ما تعرضت إلى شيء زائد، ولكن نتيجة الأحداث ونتيجة كذا أمور معينة. المهم البنت متمردة، رحت بيتهم أكثر من مرة، جلس مع البنت بحضور أبويها. المهم البنت اعتدلت ومشت أمورها أفضل ما يكون، والآن مواصلة في دراستها الجامعية وأمورها طيبة، حتى يعني وضعها الديني والتزامها عاد أحسن ما يكون.
المرة جاء الأبوان لابنهم، مشكلة ابنهم اللي كم عمره؟ اللي عمره 26 سنة. قلت له الأب، قلت له الأم 26 سنة، وأورت إليهم رواية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ورواية الصادق، والثالثة رواية الصادق أيضا. يقول الإمام الصادق: احمل صبيك حتى يأتي على 6 سنين. هذه المرحلة الأولى، احمله، تحمله، ها 6 سنوات، ما أدري بال عليك مثلا. يتصلون بعض الأمهات لأنه بال عمره 2 أو 1.5 سنة، أخذ الأب وشف فخر. صوره قصة حكتها لي إحدى الأمهات، والله أنا قلت للأم رحم الله والديك قومي، ما أريد أسمع شيء. قلت للأب ما أريد، كان الجلسة مقرر 1.5 ساعة، قلت لها ما أقدر، قومي. قالت لي هذا الأب رجال يشتغل سواق باص، يطلع يسافر يعني بالباص، وعادة يجي 5 ساعات 6 ساعات إلى البلد ورد يرجع، وإذا جاء وصار له مثلا أسبوع شيء برا بعد تعرفون يعني مشتاق ويبقى حق الشرعي. إنزين وصل ذاك اليوم وعنده 5 ساعات في البحرين، وصل الصبح يعني الضحى، الأولاد قاعدين والناس كلها قاعدة، وهو مقعد هذه المرة في غرفة في بيت أبوه، وجاب ولدينها الكبار، والآن عندهم ولد رضيع عمره 3 شهور في هالغرفة الوحيدة، في هالغرفة الوحيدة، وريد حق الشرعي والأولاد موجودين. يقول خب الكبار 2 أولاد الكبار فرهدناهم طلعناهم برا، سوينا لهم شارة وداهم برا، روحوا الطريق برا، أيوة راحوا العاد خلي يروحون. إنزين الولد الرضيع عمره 3 شهور، يقول جاء بيأخذ حق الشرعي، وإذا ما أدري شلون هذا بعد المسكين هذا سيء الحظ، رفع صوته بالبكاء. قامت الأم وراحت سكتته، ردت رجعت للكبير سكته، رد صاح الصغير. يقول مرة مرتين ثلاث اللي يقول لها صق هذا بيعاري، صق هذا ما عنده ما أدري شنو. يقول يقوم ياخذ ايده وصخ الجاهل اسطار على وجهه، يصاب بتشنج. اليوم الطفل توها الام تقول لي توي جاي من المستشفى، لان من ذاك الوقت الطفل اصيب بتشنج، هذا التشنج صار عنده روماتيزم في القلب، والان عمره 15 سنة. هذا أب عامل طفل في 3 أشهر لأجل شهوة معينة تخرب حياة ومستقبل إنسان. فيقول الإمام عليه السلام: دع ابنك يلعب يأتي على 6 سنين، احمل صبيك حتى يأتي على 6 سنين، ثم أدبه. قلنا المرحلة الثانية اللي لابد تعرفها كأب، ثم أدبه في الكتاب 6 سنين، ثم ضمه إليك، صاحبه روح واطلع وياه، ثم ضمه إليك 7 سنين فأدبه بأدبك. آدابك أنت اللي تأدبتها من خبرة الحياة ومن أبوك ومن تجاربك السابقة، فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه، بعد ما وراه فائدة. إذا شفته بعد 21 سنة، أنا فكنت أقول للأب والأم، أقول للأب أنت الحين هذا ولدك يقبل منك أنت شيء؟ قال لا ما يقبل، قال ما يصلي ولا أقدر أتكلم إياه ولا أقدر أقول لك كلمة. قلت له إذا ما يقبل منك أنت بيقبل مني أنا؟ لذلك إذا في مجال تربية مجال تربية، واليوم الأولاد صغار، مو إذا وصلوا إلى عمر 20 19 بدأنا التربية وتحسفنا على الأيام اللي راحت وما ربيناهم. أيضا الرواية عنه عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين. الزمه، مو تقول عندي اشغالات، تقول الشغل ما اخذني واجد،
وما أرجع إلا ما أدري كم ساعة كم في الليل ومن الصبح طالع. المسؤول عنا أنت أساسا أبنائك. قصر في الدنيا، ها؟ عيش شوية فقير في الدنيا بس لا تصير مصيبتك في ولدك وفي دين ولدك. فإن أفلح وإلا فإنه من لا خير فيه. أيضا رواية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: الولد سيد 7 سنين، وعبد 7 سنين، ووزير 7 سنين. فإن رضيت أخلاقه 21، إذا أخلاقه صارت زينة وعمره 21، وإلا فاضرب على جنبه فقد أعذرت إلى الله. بعد لا تحاول، الفخار جف، ما يقدر بعد الآن تحاول أن تصلحه. لذلك هذا منهج التربية الفاشلة، التربية التي تحاول أن تصلح الأمور بعدما فسد الشيء ولا يمكن ماذا أن يتدارك. التربية الصحيحة التي قلنا وتحدثنا عنها فيما سبق هي التربية التي تقوم على أساس أن في كل مرحلة نستخدم الأسلوب المناسب لتلك المرحلة. المرحلة الأولى مع ابنك لمدة 7 سنوات أولى تلاعبه، لا تقول بأنه مثل ما قلنا ما أدري شخصيتي ما تسمح، وقتي ما يسمح، ظروفي ما تسمح. لا، إذا ظروفك ما تسمح وشخصيتك ما تسمح، حقو شخصيتك سمحت بأن تتزوج؟ حقو شخصيتك سمحت بأن تجيب أولاد؟ ها؟ كل شيء إلى ضريبته. إذا ما تتحمل مسؤولية الشيء لا تدخل فيه من الأصل. فلذلك يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: لاعب ابنك 7 وأدبه 7 وصاحبه 7، ثم اترك له الحبل على الغارب يفعل ما يشاء. هذا هو المنهج الصحيح الذي يراد لنا في نظام التربية العقائدية والمعرفية في تراث أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا كان العلماء والفقهاء في زمن أئمة أهل البيت يذهب الواحد منهم للإمام ويعرض عليه عقيدته، ليس من العيب ولا ما يوجب الخجل على الإنسان أن يجي هذا الرجال لعمره 60 و70 سنة ويعرض عقيدته ودينه على عالم يصححها إليه، بدل ما ينتظر شنو إذا راح الحج بين الناس تعال سمع الفاتحة يقرأها صح لو خطأ. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. لا عندي مجال بس نقول السيد الله يحفظه، ننتظر الرادود فنواصل. بس عاد إن شاء الله ما هي الساعة 10. نعم. حصيلة هذين المسارين اللي قلنا بأنه التربية السليمة والتربية الفاشلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: هذا الطفل اليوم طفل بس بكرة وش بصير؟ بصير رجل، بصير كبير. الإمام الحسن عليه السلام يقول: بني أنتم اليوم صغار قوم وغدا كبارهم. هذا الشيء طبيعي، هذا في حياة كل إنسان. إذا هذا الطفل بدأ حياة غير منتظمة وحياة فاشلة فسيصبح أيضا ذاك الرجل الفاشل، وإذا حياته وطفولته كانت ناجحة أكيد سيصبح أيضا ذاك الرجل الناجح. وفي هذا الشأن المثل القرآني الجميل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى أيضا مرتبطا بمسألة الزواج والإنجاب والأولاد: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم ماذا؟ بنين وحفدة. هاي طبيعة الحياة البشرية. ورزقكم من الطيبات، إلى أن يقول عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. بدأ النص القرآني بالحديث عن جعل الأزواج من نفس الإنسان، وأن من هؤلاء الأزواج يأتي البنين أو البنون والحفدة،
ومن البنين والحفدة راح يصير شنو؟ راح يصير بعد ذلك هؤلاء الناس الكبار والرجال والمسؤولون والمديرون والمدبرون والوزراء، هؤلاء الناس راح يكونون أيضا نموذجين. ضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. شايف لك بعض الناس شذي، ترى أنا شايف في الحياة واجد ناس يشتغل في البنك شهر واحد وفلس البنك، يشتغل ما أدري في الصيدلية الفلانية أسبوعين ولابد في مشكلة، يشتغل صب بترول. أنا أتذكر بعض محطات البترول اللي أصب فيها بترول، أشوف الهنود اللي باقين فيها يبقون للسنة الجاية، بس بحراني من يشتغل فيها أسبوعين ما أشوف وجهه. هذه طبيعة مع الأسف، عدم المواصلة، عدم وين تحصله؟ بتحصل راح في الشغلة الثانية وبعد نفس الشيء، رد فتح له المشروع الثاني والثالث بعد نفس الشيء. هذا أينما يوجهه مولاه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هذا الإنسان والإنسان الآخر الذي تربى تربية ركب فيها كل أجزاء التربية بشكل صحيح؟ طبعا ببركة من؟ ببركة والديه. الطفل هو ما يركب شيء، الطفل هو اللعبة اللي أنت تركبها أيها الأب أيتها الأم، أنتون تركبون هذا الشيء. لذلك إذا بكرة هذا الإنسان إنسان فاشل وغير ناجح في الحياة فلأنكم ركبتونه بهذا الشكل، وإذا أيضا صار إنسان ناجح فأيضا أنتم لكم الثناء ولكم الحمد لأنكم أنتم أيضا الذين ركبتموه بهذا الشكل. حسيت ده خاف نسحب الخيط نسحب الأخير خلوا إذا في مجال أسئلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خلونا نسلم راح نشكر سماحة السيد كامل هاشمي على هذه المحاضرة القيمة. ما أدري اللي عنده مجال، اللي عنده أسئلة تجاه موضوع التربية يطرحها للسيد. في هذه الأثناء أيضا الجماعة في الجمعية عندهم جمع الصدقات، في المسألة اللي أثرتموها حول صلاة الرغائب هي مشكلة عامة نوعا ما، وصائرة في حجة تساهل في السند المتعلق بالمستحبات وما شابه. أيضا بدأت تظهر ظاهرة مقتبسة من بعض الشباب من الإخوة الإيرانيين في ليالي القدر أثناء قراءة الأدعية المأثورة وما شابه، يعني التداخل مع أبيات حسينية وأشعار وما شابه. إذا لكم تعليق في هذا الأمر. لا يعني شوف، إحنا لابد نفرق بين أمرين. أمر في مجال أن الإنسان يبدع فيه، أما الشريعة ما في مجال يبدع فيها. يعني إحنا شوف خلافنا بيننا كشيعة وبين غيرنا، إن غيرنا راحوا واجتهدوا في الدين، وإحنا علمانا قاعدة أساسية لا اجتهاد في مقابل النص. يعني الله سبحانه وتعالى قال المتعة حلال، ما تصير أنا يقول لي أنا والله مزاجي ما أرتضيها فأقول متعتان كانت على عهد رسول الله وأنا أحرمها. شنو أنت منه؟ طقاق طقق أنت بشنو تسوى؟ صدق أنت بالنسبة إلى الله ورسوله منه أنت؟ أية جرأة هذه؟
يتجرأ الإنسان ويقول الله يقول ورسوله يقول وأنا أقول. إحنا ما عندنا السالفة هذه. لكن خب في مسائل ما أدري الآن فلان يقول والله أنا أرتاح إذا دعاكم إلى مطفي الأنوار. هذه مسألة راجعة إليكم يعني. ولذلك الله سبحانه وتعالى في مسألة الإمامة إلى تعبير وفي مسألة الشورى إلى تعبير. ها؟ حينما أتحدث عن الإمامة إني عن إبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي الله إيش قال؟ قال لا ينال عهدي. يعني الإمامة عهدي أنا، شغلي أنا على قولتنا، أمري أنا، اختصاصاتي أنا. لا ينال عهدي من؟ الظالمين. الظالمين مفعول به، يعني عهدي الذي هو الإمامة ما أعطي أي أحد. لكن لما تكلم إلى عن الشورى رب العالمين قال وأمرهم أمرهم شورى بينهم، أمركم شورى بينكم، تبون الكراسي تحطون لا تحطون على قولتنا ديك الأيام دواشق وتقعدون عليها. والله هذه مسألة راجعة إليكم. تقول لي لا إحنا نبقى رأي جعفر بن محمد الصادق. جعفر بن محمد الصادق وش شغل بهالسوالف هذه؟ الحين أنتم صارتون عمركم كذي مع ذيك الواحد أبو الستين تبون تقعدون على الكراسي قعدوا. شباب ديك الأيام كنتون ماشي القعدة على الأرض. ففي كثير من الأشياء الشرع هو تركها إليك أنت أيها الإنسان. حياتك تبى تنظمها، تبون أوقات العمل والدوام الرسمي من الساعة 9 الصبح إلى الساعة 5، لو تبون من الساعة 5 الصبح إلى الساعة مثلا 12. هذه مسائل بشرية راجعة إليكم أنتم. أما مسألة الصلاة، مسألة الزكاة الخمس، مثل ما ديك المرة قدموا اقتراح بعضهم ليش ما تصير صلاة الجمعة يوم السبت؟ يعني هذه مو مسائل اللي احنا نتلاعب فيها. يعني هذا الشيء اللي اقول يميز الانسان المؤمن. وذاك بعض العلماء وبعض اصحاب الائمه عليهم السلام سؤال جميل وجهه للامام، يقول له اذا كان القران نور وكتاب هدى الامام حق وش بعد نحتاج احنا؟ صقله الآن إحنا مو قلنا كلام الأئمة وكلام الرسول نعرضه على القرآن، والقرآن نور وهدى، بعد حق وش الإمام؟ وش لي حاجة الإمام؟ شوف تعبير الإمام إيش يقول له. شوف التفت أيها المؤمن إلى تعبير الإمام، يقول له لكي ما إذا زاد المؤمنون شيئا، زاد منه مو الفاسقون مو الكفار، لكي ما إذا زاد المؤمنون شيئا أو نقصوا شيئا ردهم إلى الإله. إلى منه؟ إلى الكتاب. يعني أنا حتى لو كنت عالم فليكن أنا خب عالم بس مو معصوم، فقد أزيد شيء وقد أنقص شيء، صح لا؟ فمنه اللي يكون علي الإمام المعصوم هو يرد يقول لي لفلان لا ارجع. أقول له وأنت؟ يقول لي لا أنا القرآن طبق القرآن، ها هذاك القرآن الصامت وأنا القرآن الناطق. لذلك حاجتنا إلى المعصوم إحنا المؤمنين ما تقل عن حاجة الفاسقين أبدا. ولا يعتقد إنسان أنه وصلت إلى رتبة من العلم إذا أصبحت وإيش؟ أصبحت مو محتاج إلى جعفر بن محمد الصادق. لا، هذا الهريج وهذا التفكير وقاتل الخاطئ. لا، أنت محتاج إلى جعفر بن محمد الصادق رغما على أنفك لو إيش ما وصلت. أنت محتاج إلى علي بن أبي طالب مهما بلغت من العلم والمعرفة. لذلك من أراد الله، ها من أراد الله بدأ بكم. يريد الله الإنسان لابد أن يبدأ بأهل البيت. يقول عندي طريق آخر، ما في طريق آخر، ما في مسلك آخر يستطيع أن يصل إليه الإنسان. بعد ما وصل تفضل. نشكر لك سماحة السيد هذه المحاضرة. بالنسبة إلى التربويين، في أحد التربويين كان يقول أيهما أفضل أن يكون لديك طفل هادئ أم طفل عنيد؟ خب احنا جهالنا الظاهر كلهم عنيدين، ف
يقول أن الطفل العنيد أفضل لأنه سيصبح قيادة في يوم من الأيام. إحنا الآن مجرى الحديث في فترة العبودية اللي هي السبع الثانية، كيف أروض هذا العنيد؟ هو مو خيل أسعفه وقعد شسمه مجارنا بحباله وأوديه، وإحنا بكثير مشاكل الحين قاعدة تصير بسبب الأحداث. هذا الطفل العنيد كيف يستطيع الأب أن يروضه في فترة السبع سنوات لكي لا ينحرف ويصبح قيادة في المجتمع؟ ما أشرتم إليه من الطفل العنيد والطفل الهادئ هو بالفعل، وأنا مرة كتبت في الإنستغرام حول هالموضوع هذا ربما أثار جدل بين الناس، أن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم، نص الرواية، عرامة الطفل، أو كده الرواية، عرامة الطفل في الصغر علامة حلمه في الكبر. عرامة اللي احنا نسميها شطانة، العراقيين يسمونها الشقاوة، ما يقعد راحة على قولتنا، ما يقعد راحة، دائما يبغى يحوش المساند، لا لابد يدور وش ورا المساند، الكراسي لابد يروح وش تحت الكراسي. هذا الطفل هذا واقعا علامة الذكاء. ولذلك أنا شخصيا كنت أكثر أخواني أعفس وأدور وعسعس، وين ما تحط الوالدة تخش الفلوس أطلعها. إيه؟ وهذه البحوشة انتقلت بعد ذلك وين؟ إلى بحوشة في العلم والكتب. ها؟ هي نفسها، هي رغبة بأنه يكتشف الإنسان المجهول، لأن الإنسان اللي يكون طبيعته هادئ وراكن وما على قولتنا يريد يشوف وش ورا، هذا ما يتطور هذا. ولذلك يقولون صحيح الإنسان اللي يخطأ هو منه الإنسان اللي يحاول. يعني صقر الحين الناس اللي قاعدين في بيوتهم صحيح ما أخطأوا، بس صحيح ما سووا شيء بعد نفس الشيء، هم ما أخطأوا، ما شفنا منهم شر، بس بعد ما شفنا منهم خير لأنه قاعد في بيته ما مسوي شيء. لكن اللي راح وتعرض للأذى وجاهد وقال كلمة الحق، وأكيد أكيد سجن، أكيد ما أدري كذا أوذي، أكيد هجر، ولكن أيضا شنو؟ أكيد في المستقبل هو اللي راح يكون إليه الشأن. هاي طبيعة الأشياء. فلذلك الطفل لما يكون ما نسميه ب ما أدري عقوتنا قزاحة العيون، ما يركن، عنيد، قد تكون في كثير من الأحيان هي مو علامة لسوء هذا الطفل، بالعكس علامة على ذكاء. نعم في شيء قد يرتبط بسوء الأدب، سوء الأدب هذا الطفل يأخذ من مجتمع. لذلك إحنا نشوفوا يعني الأئمة عليهم السلام لما أوصوا هالتوصيات في أدب الطفل، اتركه سبعان، أو رواية لاعبه سبعان، أو رواية سبع سنوات أمير، كلها تريد تعطي محصل تقول لك أنت أيها الإنسان أيها الأب افهم بأن هذا الطفل زين مركب إياه نافيجيتر إلهي، هذا الطفل في بوصلة إلهية اللي هي ويش؟ اللي هي الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة طبيعتها وين تروح المؤشر مالها؟ رب العالمين. فطرة الناس اللي فطرها الله عز وجل كل الناس عليها مؤشرها ما يروح إلى رب العالمين، ما يروح للشيطان. فتقول لك أنت كل العملية اللي تسويها هي عملية محافظة على توجه هذه الفطرة، فأنت واقعا مو قاعد تسوي شيء، أنت فقط تحافظ على هالفطرة لا يجي إليها جاذب مغناطيسي يجذبها إلى الجنب الخطأ، بس هذا اللي تسويه أيها الأب. لذلك تبعد الصديق السيء عنه، تبعد الكلمة القبيحة أن يسمعها، ها؟ تبعد عن التصرفات الخاطئة أن يشوفها، لأنه هو مرآة تقتبس، تعكس الأشياء اللي تشوفها.
فلذلك دائما الطفل كما يقولون هو مرآة عاكسة لما في البيت. يعني لو تركنا الأطفال على حالهم وعلى سجيتهم مثل ما نقول ما نشوف منهم خطأ. الخطأ هم يتعلمون الأطفال من نحن بما فيه الكذب. الأطفال ما يعرفون شو اسمه الكذب. مرحلة الطفولة مرحلة لفظ الكذب ما موجود فيها ولا مفهوم الكذب. بس هو يتعلم من وين؟ يتعلم من إذا جفلان دق باب البيت روح يا ولدي قل له أنا مو هني. هذا أول درس أعطيته ولدك فيه في الكذب له، ولا هو ما يفهم الكذب. لذلك العملية التربوية هي عملية تنمية وعلى قولتنا ترقية وأبديت إلى الأشياء اللي موجودة في نفسية الطفل أننا نقويها ونربيها. وهذا قد وصل جعفر أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. انتظرناك واجد يا الله. يتفضل رئيس المأتم لتكريم سماحة السيد. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. الشكر الجزيل لسماحة السيد على هذه المحاضرة القيمة. يتفضل الآن الرادود جعفر الدرازي ليتحفنا بالأهازيج وذكر المولد، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب العصر والزمان وشريك القرآن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، كما نهنئ مراجعنا العظام وفقهائنا وإلى المشايخ الكرام بهذه المناسبة العطرة مولد الإمام الهادي عليه السلام والإمام الباقر. جعلنا الله وإياكم من مواليهم ومن التابعين لهم إلى يوم الدين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لكي تذهب النفاق ثانية، لكي تتحرك المشاعر ثالثة، لسرور الحجة رابعة، وإلى أصحاب أهل العباية والكساء الخامسة، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من سبيل العيش ساء بحاله،
يا من سبيل العيش ساء بحاله والدهر لا ينفك من إذلاله أورام عند الله بسط سؤاله ثم ادعى أن لم يصل لجلاله إن الدعاء أجل من إقفاله ذكر الصلاة على النبي وآله. اللهم صل وسلم. إذا ضاقت بك الأهوال يوما فبالأسحار صل على محمد. إذا كنت في ضيق أو فقر أو مرض فأكثر بالصلاة على محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد وفي عشر يصلي الله مئة فأكثر بالصلاة على محمد وفي مئة يصلي الله ألفا فلا تنسى الصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد فما تتضاعف الحسنات يوما إلا بتكرار الصلاة على محمد وعند الموت سوف ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد ولا من الملكين رعبا إذا سألك قل لهما محمد اللهم صل على محمد وآل محمد علينا يا باذل جود شفك يم علينا بحب العترة يا رب يم علينا تمنينا المسيا يم علينا نهني بمولد الهادي الشوفي اللهم صل على محمد
نهني بمولد الهادي الشوفيه نهني بمولد ايدك فوق نهني بمولد الهادي الشوفيه والله وهادي وهادي يرف قليبي ما ظل يوم هادي على زيارة أعز الناس هادي انولد للهادي هذا اليوم هادي وايد تستحون يظل نهني تمنينا والله رفعة الصوت انولد للهادي هذا اليوم اي هالشكل الحين تعجبوني في شاكليت الليلة ها والله خاطري اوزع على كل واحد شاكليته تستاهلون والله يلا خلونا المكان هذا المحفل المبارك يتعطر ذكر اهل البيت ولا حد يستحي اريد جواب هذيك المرة كان في جواب صح هالمرة ما ادري الجواب خافت يبين الليلة يلا والله وهادي رف قليبي ما ظل يوم هادي على زيارة أعز إنسان والله هادي ولد للهادي هذا اليوم هادي والله هادي علي اسمه اسم حامل علي اسمه اسم حامل حمية علي اسمه اسم ها وعلي اسمه اسم صوت وعلي اسمه اسم والله نصليه علم علم أحزاني ضي وجهك نصلي وغمد بعيون عذالي نصلي وغمد بعيون عذالي نصلي علي الهادي شوكت قبرك نصلي نصلي تطوف قلوب هاي الجعفرية وتطوف قلوب هاي الجعفرية ايدك وتطوف قلوب هاي الجعفرية احسنتم احسنتم صلي 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 وخلي صوتك يعتلي قبل لا نبتدي الشكر موصول إلى سماحة السيد على تفضله وعلى وقوفه في هذا المحفل المبارك وطولنا عليه وصراحة أهدي له قبلة حارة على جبهته المباركة بارك الله فيك سماحة السيد مشكورين سامحونا تأخرنا عليكم والسبب بس ما أريد أقولها في سبب الله يسلمكم إن شاء الله صلي 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 وخلي صوتك يعتلي صلي 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 يلا يا عاشق علي صلي 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 يلا يا عاشق علي صلي 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 وخلي صوتك يعتلي صلي 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 يلا يا عاشق علي اللهم صلي على محمد وآل أحمد اللهم صلي 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 وخلي صوتك يعتلي صلي 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 يلا يا عاشق علي ما في أحد ما يعشق علي
عدل ولا يلا انا اريد اجاوب بجهه وانت جهه ثانيه عشان يكون خفيف المستهل. صلي 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 وخلي صوتك يعتلي. يلا يا اللهم صلي على محمد بعد. اللهم صلي 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 وخلي صوتك يعتلي. يلا يا اللهم صلي على محمد سمع. اللهم الناس خلي تلومك انسى كل همومك. الناس خلي تلومك انسى كل همومك. ما نريد الا للاحزان كلمه فرحه يا محلاها والسعد يرعاها. مولد الهادي علي عاشر اليمه ليله اجمل ليله يا عساها طويله بالسما من الفرحه نجمه تبوس نجمه. وصلي صلي 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 وخلي يسمع عاذلي. صلي صلي اللهم صلي على محمد بعد. الله يمي خلي بالك انسى كل عذالك. هاي ليلة اللوم لازم ما نسمعه للحبيب الهادي بصوت حبنا النادي وبالصلاة على النبي وآله لنفعه. وبالصلاة على النبي وآله نرفعه. نصوغ شوق البينة تهنئ الهادينا وباسمه فوق شفاف كل عاشق نطبعه. وصلي صلي 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 وخلي همك ينجلي. يلا يا اللهم صلي. ما اسمع اللهم خلي صوتك يا له والفرح يتجلى. كل محب يبارك بعشق الحبيبه بالفرح نتلقى ويعلى صوت الصفقه والهلاهل والقلب يخمد لهيبه. الهادي نهتف باسمه والمهجم بتسمه وللهموم البينا طاري ما نجيبه. وصلي صلي 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 ونفرح بعاشر ولي. يلا يا اللهم صلي على محمد بعد. الله يا جمال وصافه ماكو واحد شافه. يا جمال وصافه ماكو واحد شافه الا صلى وصاح يا قدرة الهي. ما حصل امثاله وجهه ضي يتلاله ولا املاك بشر حسن يضاهي. من ذراري طاغة وما حصل أشباه حق هاشم بي على الواد انتباه. صلي 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 على نور الأزلي. اللهم صلي على محمد. وين الحبايب؟ اللهم
يا ابو راسي العالي ما اريد تبالي، يا ابو راسي العالي ما اريد تبالي، جملة العذال من ترفع صلاتك، فرحتك بإمامك بها رفعت هامك، آخرة ودنيا تحقق أمنياتك، بيعتك أديها حاجتك يقضيها، وباكر بيوم الحشر تضمن نجاتك. صلي 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 بحب عشقنا الأولي، صلي صلي اللهم صلي على محمد، اللهم اللهم بارك الله فيكم بارك الله. أحس أن الحفل تعبان، ليش؟ الله العالم. تبغون واحدة هوسة واسألكم الدعاء خلاص؟ ما أدري في عشي ينتظركم، ها؟ في عشي ينتظركم قولوا لي عشان أعرف. ها أهلي عرفنا، ها ها لا بس فهمنا فهمنا الموضوع إن شاء الله، بس نعطيكم كم واحدة بسيطة سريع وأسألكم الدعاء. أخوتها تبغون هوسات لو تبغون قصيدة، ها 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 هوسات، أنا أعرفكم تحبون الهوسات، بس ترفعون أيديكم بس. يلا بالهادي أنوار كل طيبة ونواحيها، غيث الجليل انهمر أزهر بواديها، من طيب ريح جنان ارتاح ارتاح أهاليها، صلوا على المصطفى للهادي نهديها. ها أخوتها وين اللي يقول هاي يرفع ايده؟ اللي قاعدين على الكنبات كلهم يرفعون أيديهم كلهم. إيه أنتون القدوة، إيه شفتونهم شفتونهم سيد ارفع ايدك، سيد ارفع ايدك شفتونه. يلا الجميع أخوتها بعدها أخوتي علوها توصل سامرة، علوها توصل علوها توصل علوها توصل، الهادي فرع الهادي فرع الهدى والنور والعصمة، من خاتم الأنبياء يفيض بالرحمة. اسم علي من علي جد أخذ اسمه، سبحان المصطفى وآل جل الظلم. أخوتها تهدينا أنوار الهادي تهدينا وتهدينا تهدينا وتهدينا أنوار الهادي تهدينا، والله شيعة علي يا علي تحتفل بالميلاد لك، يا إمام الحفل طول الزمن ينعاد، جلوات وافراح والزينة في كل بلاد، خالص عملنا إلك ونورت ليل أو أخوتها، واجبنا ما نترك واجب، واجبنا 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 ما نترك واجب ما أنا أقول واجبنا، أنت تقول بسرعة ما نترك. يلا واجبنا 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 ما نترك، يلا هلا ما نترك هلا. اي والله يا علي نادي إلك في قلوبنا منزلة، مداح من نسمع باسمك لهج رتله، من حبنا لك سيدي بالشوق نتعنى له،
ثابت ولانا إلك الجور ما زلزلها خوتها بعدها ما اسمع سمعني يا موالي يا شيعي يا سيد في الشدة ودنا تصير أكبر في الشدة ودنا وفي الشدة في الشدة أحرار أحرار للشيعة أحرار نعبد الباري على حبك يا علي نمشي على دربك أحرار أحرار سريعة هذه وإن شاء الله نختم بالميلاد أحرار أحرار للشيعة أحرار الله ونعبد الباري على حبك يا علي نمشي على دربك أحرار 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 كل فنون الدنيا نثبتها العقيدة وإحنا غير الحق حبيبي ما نريده اضحك بكل بيت في هذه القصيدة لكن افهمها بسهم نظرة بعيدة لكن افهمها بسهم الله وآثار آثار للمغزى آثار الله في اللغة الفاعل عليه تصير ضمة نائب الفاعل بعد مثل الشي حكمه يعني طه وعلي رحمة نوب رحمة يعني طه وعلي رحمة نوب ايه الله راد اعرابهم سادة الأمة الله راد اعرابهم ايه انوار انوار بالفطرة انوار في الرياضة بلا خيال ولا تخيل في الرياضة يا حميد بلا تخيل في الرياضة بلا خيال ولا تخيل النهاية ما يخلص واحد الكل علي فاز بهدف قرآني على الكل علي فاز بهدف قرآني على الكل واللي قبله واضحة كلهم تسلل واللي قبله واضحة واضحة تسلل لو لا ها ما اسمع واضحة خلاص ان شاء الله في الرياضة بلا خيال ولا تخيل النهائي ما يخلص واحد الكل علي فاز بهدف قرآني على الكل واللي قبله واضحة كلهم ايه واللي قبله واضحة سريع واللي قبله واضحة انذار انذار اعطيهم انذار 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 بالفضل ما حد يغلبك يا علي نمشي على دربك بالفضل ما حد يغلبك يا علي نمشي على دربك آه يا مال والله يا مال تكفى يا معود يبا موال بحري نبي والله يا معود يبا موال بحري نبي يطرب قلب لحضري ويطرب قلب لبدوي جعفر يا ابو صادق البحراني لدرازي سمعنا صوت الهنا وخل طورك حجازي آه خادم لبدوي
لكم يا الربع وأصلي من البحرين، مو بحر عابر لكم عابر لكم بحرين، أخذوني نغام وموج البحر عالي علي الآه، ويا مال يحلى بمدح طه وعلي يا مال صفوة والله اصطفاهم خمسة وتسعة أجدامهم للمعالي وللمجد تسعة، أولهم المصطفى رب العرش راسله وللناس رحمة وهداية وكل جبل راسل أول. سمعني سمعني نعم بعد في صوت خلني أسمع له تستحي ليش هاي الموال البحرية يحتاج إلى ناس ها ها أول مرة واوي لا ها آوال والتالي نحسب علي ما نحسب رابع آوال حب بقلب كل موالي ثابت ورابع وبنت النبي الفاضلة فاطمة خير النساء فاطمة للشيعة الأكرام من نار اللظى فاطمة وصلوا على محمد علي لقمة حلال تشبع الجوعان وعلي ثوب العفاف اللي يكسك العريان وعلي ما يزلال اللي يروي كل عطشان واليوم الشدة مخلينا واليوم الشدة واليوم الشدة واليوم الشدة اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قد بشر رسول الله صلى الله عليه قد بشر رسول الله بولادة الإمام الهادي عليه السلام بقوله وأن الله تعالى ركب في صلبه نطفة لا باغية ولا طاغية برارة مباركة طيبة طاهرة بارة مباركة طيبة طاهرة سقاها عنده علي بن محمد فألبسها السكينة والوقار وأودع العلوم وكل سر مكتوم من لقيه وفي صدره شيء أنبه به وحذره من عدوه وبعد أن حملت المرأة الفاضلة العابدة ثمانة وفي يوم مبارك ميمون من شهر رجب وفي قرية صريا وهي قرية أسسها إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام
في إحدى نواحي المدينة شعرت أمه بقرب ولادتها فأخذها الطلق وإذا بها ولدت بالإمام أفضل الصلاة. علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين والأئمة المعصومين وصاحب العصر والزمان وصاحب العصر والزمان وصاحب العصر والزمان. أترككم إخوتي في رعاية الله وإن شاء الله مباركين والأيام القادمة إن شاء الله أفضل وأفضل بإذن الله بفرج من الله قريب يا رب العالمين بفك الأسرى والمعتقلين وبشفاء المرضى والجرحى والمعلولين يا رب العالمين وبإرجاع الغرباء إلى أوطانهم سالمين في عز وأمان وطمأنينة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. الشكر الجزيل للرادود.